اليوم حنا كنحتجوا على الاوضاع المزريه اللي كيعيشها المواطن المغربي، كنحتجوا على الغلاء، كل شيء غالي، المحروقات غاليه، الخضره غاليه، كل شيء غالي، وكنحتجوا ايضا على المنع اللي منعتنا السلطات المحليه. انتم حنا مسيره سلميه يضمنها الدستور، تضمنها كل القوانين، مسيره سلميه للاحتجاج على الاوضاع. مع كامل الاسف لازلنا في المغرب القامع، لازلنا في المغرب منع الحريات، وبالتالي انتم كتشوفوا اننا اليوم ممنوعون من هذه المسيره السلميه اللي هي مسيره ضد الاوضاع المزريه اللي كيعيشوها المغاربه كاملين، ومنهم هذا البوليس اللي اليوم معنا، منهم هذه السلطات اللي اليوم معنا. لا يعقل انه يكون تضارب المصالح، رئيس الحكومه عنده القطاع ديال المحروقات، اللي معاه عندهم القطاع ديال اللحوم، اللي معاه عندهم القطاع ديال الخضر، هناك تضارب للمصالح، والضحيه من هذا كل شيء هو الشعب المغربي، هو المواطن المغربي. تحياتي. تأتي هذه الوقفة التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نتيجة الغلاء الفاحش الذي تعيشه أو يعيشه الشعب المغربي إثر السياسات الحكومية الفاشلة. هذه الحكومة اللي طلعت وداتها غير في الأغراض ديالها وفي المصالح ديالها وفي المشاريع ديالها، وخلات الشعب كيتضارب مع الوقت ومع الزمان. الآن كيف ما كتلاحظوا في جميع الأسواق، الغلاء اللي وصلت ليه والأوضاع اللي وصلت لها هي أوضاع لا يمكن السكوت عليها في أي حال من الأحوال. ومن هذا المنبر ندعو الحكومة إلى التفكير مليا في مآل هذه السياسات التي تتخذها ضد الطبقات الشعبية وبالخصوص ضد الطبقة الكادحة. ضروري